المشاهد وأنواعها. بما أن عملنا يتألف من عملية النقل والسحب في المشاهد، فمن المهم أن يكون لدينا مخطط للمشاهد يمكننا العمل معه بسهولة. يجد معظم المستخدمين أن مخطط المشاهد الافتراضي يساعدهم في الكثير من احتياجاتهم. طالما أننا نعمل مع برنامج 3D Max، سنحتاج إلى تغيير مخطط المشاهد وتعديل حجمها وتغيير طريقة إظهار الكائنات. يمكننا تغيير حجم المشاهد بطرق مختلفة لتتناسب مع احتياجاتنا. فمثلا يمكننا تحريك الحدود الفاصلة، نشير إلى الحد الفاصل ما بين مشهد ومشهد، فيتم تغيير إشارة الفارة إلى إشارة سهم مزدوج الرؤوس. نقوم بالضغط مع السحب لتغيير الحدود الفاصلة ما بين المشاهد كما نلاحظ حاليا. كما أيضا يمكننا تغيير شكل المشاهد وأنواعها، وذلك بالانتقال إلى قائمة Views واختيار الأمر Viewport Configuration. من قائمة Viewport Configuration نختار التبويب Layout. يتم إظهار العديد من خيارات المساقط والمشاهد التي يمكننا اختيار إحداها، ثم بعد ذلك يتم مشاهدة معاينتها على شاشة المعاينة. بعد الانتهاء نضغط على زر OK ليتم تغيير طريقة عرض المشاهد بالطريقة الظاهرة حاليا. أما طريقة تغيير المشهد نفسه، فيمكننا بالضغط بالزر الأيمن على اسم المشهد، ومن قائمة Views يتم اختيار أنواع المشاهد، فمثلا المشهد Perspective وهو المشهد المنظوري، أما المشهد Orthographic فهو المشهد الذي يتم فيه عرض الشاشة العلوية بصورة منظورية، أما المشهد Front فهو المشهد الأمامي، باك الخلفي، توب العلوي، بوتوم السفلي، ليفت اليساري، رايت اليميني. أما باقي المشاهد فيتم تجربتها كل حسب طريقة عرضه، وذلك منها مشاهد الخاصة بأدوات التحكم بالحركة والخاصة بأدوات التحكم بالشبكة وغيرها من المشاهد.